صباح الخير جميعا، إنه من دواعي السرور أن أراكم جميعا هنا اليوم. أرحب بكم في هذه الأكاديمية، هذه زيارتي الثالثة إلى الأكاديمية. أود أن أشكر جاد لدعوتي دائما، إنها خبرة رائعة، إنها اختبار رائع. أنا لم أزر كثيرا هذه المنطقة من قبل، كنت أزور أمريكا اللاتينية، المكسيك، جنوب أمريكا، لذلك أنا مسرور أن آتي إلى هذه القطعة، إلى هذا الجزء من العالم. سوف أبذل قصارى جهدي لكي أتكلم على مهل، فغالبا ما أتحمس عندما أتكلم عن مواضيع مهمة بالنسبة إلي وأبدأ بالإسراع في كلامي. سوف أحاول أن أكون مترويا في كلامي قدر الإمكان. إذا أنا أعمل في الفلوريدا انترناشونال يونيفرسيتي، أنا أستاذ مدرس هناك، وأدرس في قسم الإعلام بشكل خاص، الإعلام الرقمي والدراسات الإعلامية، لذلك أركز كثيرا على موضوع الاقتصاد السياسي للإعلام الرقمي، وعملت أيضا في الأفلام الوثائقية، وأنا عملت في مجال الإنتاج أيضا منذ حوالي 20 عاما. لذلك أنا أعمل في مجال الإنتاج وعلى الأرض في مجال الإعلام وفي مجال النظري. هذه بعض من منشوراتي، بعض الكتب، يمكنكم أن تجدوا هذه المنشورات على جوجل سكولر، على صفحتي الخاصة. هذان كتابان، واحد عنوانه Mediated Communities، هذا جزء من العمل الذي نقوم به في سالزبورغ، وهذا جزء مما ستتعلمونه في هذه الأكاديمية: التربية الإعلامية، الالتزام المدني، حشد الجمهور، إطلاق الحملات تغيير العالم للأفضل من خلال الإنتاج الإعلامي والتحليل الإعلامي. كتابي الثاني سوف يتم نشره في ديسمبر، كانون الأول، وهو مرتبط بميامي. إذن نيوز نيوليبراليزم and Miami's fragmented urban space. سوف نتكلم اليوم عن الاقتصاد السياسي. أنا أعتذر مسبقا لأن معظم الأمثلة التي سوف أقدمها هي أكثر أمثلة غربية مرتبطة بالإعلام الأمريكي، لأن هذا هو الجزء من العالم الذي أعرفه. سوف أتكلم عن مسائل الإعلام العربية وعن الإعلام في هذه المنطقة، ولكن آمل أن نتمكن في النهاية من أن نتناقش حول هذا الموضوع أكثر، لأنني على ثقة أنكم تعرفون بهذه المنطقة أكثر مني بكثير. ما سوف أتكلم عنه اليوم قد يبدو محبطا بعض الشيء، من السهل أن ننظر إلى التركيز الإعلامي وإلى المشهد الإعلامي الكبير، إلى الانحياز الموجود بفعل الضغط السياسي أو التجاري، وقد يتساءل البعض لماذا نعاني ونعمل في هذا المجال ما دام هناك 5 أو 6 شركات تسيطر على كل ما نراه في الإعلام وفي الأخبار. ولكن الهدف ليس هنا، الهدف هو أن أدفعكم إلى التفكير أكثر في عمق الأشياء أكثر، لكي تنقلوا ذلك إلى صفوفكم، إلى عملكم، إلى طريقة تفكيركم. من رائع أيضا أن سانجيتا وهنري سوف يتكلمان من بعدي، ولذلك سوف تحصلون على وجهة نظر مختلفة حول طريقة العمل في مجال الإعلام، حول الوعود الموجودة في هذا العالم. إذا قد أترككم مع صورة داكنة أو ظلماء بعض الشيء، ولكن الأمور سوف تتغير بعد مداخلة زميلي. أنا متوتر لأن أتكلم بحضور عدد من كبار الأساتذة والزملاء في هذا المجال، ولكن مسرور لهذه التجربة أيضا. أود أن أبدأ أولا باقتباس لأدوارد آر مورو، وهو أحد مدراء الأخبار في الراديو والتلفزيون.
وسبق وأنتج فيلم يدعى Good Night and Good Luck أو طب مساءكم وحظا سعيدا، لا أعرف إذا ما كنتم تعرفونه. وأنا أبدأ هنا باقتباس لأدوارد آر مورو، سوف أتكلم عن العديد من النظريات والأمثلة حول الإعلام، الإعلام الذي لا يصب دائما في مصلحة الديمقراطية، الإعلام ليس دائما هو السلطة الرابعة، ليس دائما هو الذي يحرك الأمور للأفضل. المهم أن أتكلم عن كل هذه الصورة. ما هي الأسئلة الأساسية التي سوف أغطيها اليوم؟ ما الذي نعنيه بالاقتصاد السياسي للإنتاج الأخباري؟ لماذا يعتبر هذا المجال النظري مهما عندما نتكلم عن مختلف المقاربات المرتبطة بالتربية الإعلامية؟ وكيف يمكننا أن نحدث كافة النماذج المطورة قبل الإنترنت للعصر الرقمي؟ فنحن نعيش اليوم ما يعرف بالعصر الرقمي. هذا ينطبق أيضا على التربية الإعلامية. هذه هي المبادئ الخمس الأساسية أو الأيز الخمسة، إذن بالحرف الإنجليزي الأي، خمس كلمات تبدأ بحرف الأي: access النفاذ، awareness الوعي، assessment التقييم، appreciation التقدير، action العمل. سوف نسمع كثيرا عن هذه المبادئ الخمسة. سوف أتكلم عن awareness أو رفع الوعي. يجب أن نفهم هيكلية هذه المؤسسات الإعلامية، من أين تأتي الأخبار. الأخبار غير موجودة، لا توجد في فقاعة أو لا تأتي من فقاعة، هي منتجة من قبل أشخاص. هناك أشخاص يتحكمون بالأخبار التي نحصل عليها، هناك أشخاص يكتبون الخبر، هناك أشخاص يستهلكون الخبر، هناك طريقة لصياغة الخبر. إذن الأويرنس رفع الوعي مهم، أسسمنت التقييم مهم جدا، نحن كأكاديميين، كمدرسين، كمثقفين، كصحفيين، كيف لنا أن نقيم الإعلام ونفهمه في العمق. باختصار أيضا بصفتي أكاديمي من المهم أتكلم عن النظريات. لماذا نتكلم عن نظريات الديمقراطية أو النظريات الديمقراطية وعن علاقتها بالصحافة؟ ما العلاقة بين الصحافة والسياسة وبشكل خاص في إطار غربي وفي إطار ليبرالي ما بعد التنوير، إذا ما استطعنا القول؟ ما العلاقة بين وسائل الإعلام الحرة والديمقراطية؟ سوف أتكلم معكم عن بعض خبرات المدرسين، أحدهم جون دوي. جون دوي هو أستاذ مدرس وهو شخص مهم جدا ومعروف في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي تكلم عن التربية الديمقراطية وعن التواصل وطريقة التواصل، والذي قال أن الديمقراطية هي أكثر من شكل من أشكال الحكم، إنها نموذج من العيش المشترك، من الخبرات المشتركة التي يتم تبادلها. إذا ما تمكننا من التشارك، من التبادل معا، من التواصل معا عفوا، من دون أي رقابة، هكذا نبني مجتمعات أقوى. ولكي يكون هناك هذا الفهم، نحن بحاجة إلى صحافة حرة. هنا كتبت كلمة نورماتيف أو معيارية، عندما غالبا ما تكون هذه النظريات معيارية، أي أن هذه النظرية ليست دائما مطبقة، ولكن هذا ما نأمل أن يكون مطبقا. أنا أتكلم عن كل هذه النظريات وأنا أفهم جيدا وأنتم تفهمون جيدا أنه ليس هناك من نظام مثالي للصحافة أو للإعلام، ولكن هناك أمور نطمح إليها، نأمل أن تطبق، نظريات نأمل أن تطبق إذا ما أردت أن نتوصل إلى ديمقراطية ليبرالية، ودائما يكون ذلك مبنيا على الحريات الشخصية وعلى الانفتاح. إذن يورغن هابرماس، لا شك أنكم قرأتم بعضا من كتاباته في صفوفكم، قال فأقتبس فقط على ضوء في ضوء المجال العام الموجود والذي يصبح متاحا، أصبح كل شيء مرئيا للجميع.
وقال إن الأشخاص باتوا باستطاعتهم أن يتواصلوا فيما بينهم، أن يتكلموا عن النظام، عن طريقة الحكم، هل أن هذه الطريقة عادلة أم لا، هل هي منطقية أم لا، في نقاش بين المواطنين يتابع هابرسمان. يمكن للمواضيع أن تتغير وتأخذ شكلا مختلفا. نهاية الاقتباس، اقتباس آخر لدانس ماكويل، وهو أحد الأشخاص الذين عملوا على تطوير نظريات مجال الإعلام، والذي كتب عن العلاقة بين الديمقراطية والصحافة أو الإعلام، وهو كتب اقتبس إن وجود بعض نوع الاهتمام العام بعمليات أو بعمل وسائل الإعلام. نحن نعرف أن ليس الجميع مهتم بهذا الموضوع، البعض لديه وجهة نظر منحازة أكثر من غيره، يتابع قائلا بات عمل وسائل الإعلام مقبولا أكثر، وهذا يرتبط بصعود الديمقراطية وبوجود مجال عام يمكن فيه إبداء الآراء، ويمكن في المواطنين التعبير عن آرائهم على أساس معرفة مشتركة وعلى أساس قيم معروفة ومنتشرة. إذن هذا ما كتبه دانس ماكويل، وهذا ما كتبه عن الديمقراطية. ما علاقة الاقتصاد السياسي بكل ذلك؟ الاقتصاد السياسي هو إطار واحد يساعدنا على فهم الإنتاج والعلاقة مع القانون، مع العادات، مع الحكومة، ومع توزيع الدخل والثروات. إذن هذا كله يرتبط بالاقتصاد. لما نتكلم عن وسائل الإعلام نتكلم عن شركات، عن شركات تنتج الثروات، عن شركات تنتج ليس فقط الثروات بل المعلومات أيضا. يمكن استخدام السياسة الاقتصادية أو الاقتصاد السياسي لدراسة صناعة النفط أو السيارات أو كل ما يمكن شراءه، كل السلع وكل المنتجات. ولكن كما نعرف وسائل الإعلام أو الإعلام أيضا يدخل في هذا المجال، وبالتالي يجب أن ندرس الاقتصاد السياسي لهذا الإعلام، وأن نفهم كيف يمكن للاقتصاد السياسي أن يؤثر على ما نستخدمه، على الإعلام الذي نستخدمه. ما هو شكل ذلك في سوق، في سوق حرة؟ عندما نتكلم عن الإعلام وعن ملكية الإعلام، من ينتج الإعلام، كيف تبدو هذه البيئة، يمكننا أن نرى بوضوح خلال السنوات 30 أو 40 الأخيرة أن عدد شركات الإعلام وسائل الإعلام حول العالم، وأنا هنا بين هلالين أقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها وسائل إعلام نافذة حول العالم تؤثر كثيرا في الجمهور، ديزني، ام تي في، هوليوود، هناك نوع من الامبريالية الثقافية هنا بين هلالين. نرى انه بين عام 1980 و2004 هناك تجمعات كثيرة وتركز كثير في وسائل الاعلام. كان هناك عدد من الشركات المتنوعة التي تنتج المحتوى الذي ننتجه اليوم. هناك فقط 5 أو 6 تجمعات من هذا النوع أو شركات. إذن ماذا عن الملكية، ملكية الإعلام؟ أولا تكلمنا عن التركيز، تركيز الملكية. هناك عدد أقل من الشركات التي تمتلك وسائل الإعلام، هناك تجمعات، إذن باتت وسائل الإعلام جزءا من شركات عمل أكبر. سأعطيكم مثال شركة إعلامية مثل جي إي والتي تنتج مثلا منتجات كثيرة، ومن بينها تنتج محتوى إعلامي. إذن التجمع، الدمج أو الاندماج، هذا موجود بحسب نموذجين. أولا النموذج الأفقي، عندما تقوم شركة بشراء شركة أخرى، عندما تقوم وسيلة إعلامية بشراء وسيلة إعلامية أخرى، عندما تقوم شركة إنتاج أفلام بشراء شركة أخرى، هذا هو الدمج أو الاندماج الأفقي. هذا يؤدي إلى تفاعل أكبر، إلى فعالية.
هناك نوع آخر من الاندماج، الاندماج الأفقي، أي السيطرة من سيطرة أفقية. نحن نرى ذلك في بعض الشركات التي تنتج المحتوى والتي تمتلك الكيبلز أو الشركات الفضائية التي توصل هذا المحتوى إلى منازلكم، أو التي تجعل هذا المحتوى متوفر. هذا موجود في الولايات المتحدة الأمريكية في شركات إنتاج الأفلام، فهناك شركات تنتج الأفلام ولكنها أيضا تمتلك صالة العرض التي أو دور العرض التي تعرض هذا الفيلم، وهي تمتلك الشركات الأخرى تدخل أو ترتبط بالفيلم الذي تنتجه. هذه صورة أخرى لبعض الشركات المسيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لديها تأثير على العالم. هذا يرتبط أيضا بالنموذج الذي أتيتكم إياه من قبل. في عام 1983 90% من وسائل الإعلام الأمريكية كانت تمتلكها 50 شركة، ولكن الآن في 2012 هناك 6 شركات فقط تسيطر على معظم الوسائل الإعلامية. ديزني، سمعتم بها، فاياكوم، ام تي في، التي تمتلك بارامونت بيكتشرز وغيرها، تايم وارنر شركة كبيرة، سي بي اس، كومكاست، نيوز كورب. إذن هذه الشركات الست هي التي تمتلك بمعظم المواد الإعلامية والمحتوى الإعلامي الذي يتم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية. سوف أعطيكم أمثلة أكثر عن هذا الموضوع في وقت لاحق. هذه الكتلة، هذا التكتل أو التجمع، ليس موجودا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في أماكن أخرى من العالم. هذه الأرجنتين، حيث نلاحظ هذا التجمع أو هذا التكتل الإعلامي. هناك شركات مختلفة كثيرة، ولكن ترون جولدمان ساكس في الأعلى. جولدمان ساكس المول الأساسي، الشركة الأساسية تدير الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بجروب كلارين، وهي شبكة أرجنتينية لإنتاج الإعلام. هذا المشهد في أوروبا، نرى هذا التعقيد، المشهد المعقد للشركات. ونرى هنا مثلا استهلاك وسائل الإعلام، هنا لا يمكن حتى أن نرى اسم هذه الشركة، ولكن يمكنكم مباشرة ربطها بالشركة الأكبر بالكتلة الكبيرة أو بالشركة الكبيرة التي تجتمع وتحتها أو في ظلها أو تحت ظلالها كل هذه الشركات الصغيرة. إذا تكلمنا عن الدمج أو الاندماج الأفقي والاندماج العمودي، ما هي أثار هذا التركز؟ ما هو تأثير هذا التركز؟ ماذا الذي يحصل بالمحتوى الإعلامي عندما يكون المشهد كذلك؟ لقد تم دراسة ذلك بشكل واسع، لن أدخل في تفاصيل الآن بسبب ضيق الوقت، ولكن أولا هناك تجانس للمنتجات الإعلامية. تلفزيون واقع أو رياليتي تي في هو أحد أبرز الأمثلة على ذلك. نحن نرى مثلا كيف يمكن توزيع برنامج واحد مثل سيرفايفر، ذا باتشلر، ذا باتشلرات أو غيرها من المنتجات الإعلامية أو من البرامج في كل العالم. تركز القوة، سنتكلم عن هذا الموضوع أكثر. هناك تأثير أكبر داخل هذه الشركات بسبب هذه التكتلات. هناك ثالثا نفاذ محدود، إذا ما كنتم تتعاملون مع سوق إعلامية تسيطر عليها شركة أو شركتين، وإذا ما كانت لديكم أنتم شركة وتودون من العالم أن يشاهدوا المحتوى الذي تنتجونه أنتم، سوف يكون هذا الموضوع صعبا. لماذا؟ لأن المجال ضيق ويسيطر عليه فقط شركة أو شركتان، وبالتالي يجب أن تحايل على هذه الهيكليات هيكليات الشركات لكي تتمكن من اختراق السوق. موضوع آخر، هناك حدود غير واضحة بين الأخبار والأعمال، فهناك الشركات تنتج الأخبار وهي في نفس الوقت تنتج منتجات تجارية أو تنتج الأعمال. كيف يمكن الفصل بين الأخبار وبين الأعمال؟ هناك ضغط من الأسفل في النهاية، إذا ضغط متزايد. لماذا؟ لأن على الشركات أن
تنتج أرباحا أكثر كل يوم، لأنها مثلا هي موجودة تحت ضغط عليها أن تنتج أموالا بقدر الأموال التي أنتجتها السنة السابقة، إذا لم يكن أكثر. طاقم إعلامي يعي أهمية الأعمال، هم يفكرون كثيرا بالأعمال، هذا أمر طبيعي. الآن إذا ما عدنا إلى 50 أو 60 عاما إلى الوراء لم يكن هذا موجودا، فوسائل الإعلام من قبل كانت فقط وسائل إعلامية تعمل وفقا للنظم أو القوانين. أثر آخر، مصالح الأعمال في مواجهة مصالح الجمهور أو المصلحة العامة. إذا ما كنتم مثلا أخصائيين في الاقتصاد السياسي يمكنكم أن تكتبوا أطروحة أو كتبا حول كل من هذه المخاوف. بعض المدرسين الذين كتبوا حول هذه المخاوف، حول ما تعني هذه المنتجات في إطار ديمقراطي معياري، كيف يدخل ذلك في فكرتنا أو في تفكيرنا حول المجال العام؟ وقد تكلمنا عن تدفق المعلومات بشكل حر، ولا يبدو أن هذه المخاوف أو هذه الآثار ستصب فيما كنا نتكلم عنه في البداية. إذا سوف أتكلم معكم عن أو أطلعكم على بعض الكتب التي قد تكونون قد قرأتموها أو حتى قد تهتمون بقراءتها، لكي نفهم أكثر ما تكلم عنه هؤلاء الكتاب، نظرتهم للإعلام وللاحتكار الموجود في هذه الساحة الإعلامية. بن باكديكيان هو كتب عن الاستئثار أو السيطرة على وسائل الإعلام، لقد نشر الجزء السادس من هذا الكتاب، وهو أعطى مشهدا حول الاحتكار الموجود في وسائل الإعلام. والنسخة الأخيرة من الكتاب استخدم مثالا سوف أشاركه معكم الآن، تكلم عن مجتمع في داكوتا الشمالية أو نورث داكوتا، وهي ولاية موجودة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية. في بداية العام 2000 كان هناك فيضان كبير في نورث داكوتا، كما ترون هنا على هذه الصورة أصبحت الشوارع المنازل مغطاة بالمياه، قتل عدد من الأشخاص. في وقت هذه الأزمة هناك كارثة طبيعية حينها، أين نذهب لكي نطلع على ما يحصل؟ من أين مثلا نحصل على المؤن؟ هل يمكنه إيجاد أماكن آمنة؟ كيف هو اتجاه العاصفة؟ نحن نلتجأ إلى وسائل الإخبارية لكي نحاول الحصول على المعلومات. في نورث داكوتا وفي أماكن كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك كلير تشانل أو إذاعة تدعى كلير تشانل، وهي إذاعة كبيرة اشترت إذاعات أصغر. كلير تشانل تمتلك 6 إذاعات موجودة في نورث داكوتا. الأهم هو هنا هو أن هذا أدى، هذا الضغط أدى إلى فصل عدد من الصحفيين ومن المحررين الذين كانوا يعملون في الإذاعات، واقتصار العمل في الإذاعة على عدد قليل من الموظفين. ما حصل خلال هذا الفيضان هو أنه لم يكن هناك من بث إذاعي واضح على هذه الإذاعة، كان هناك فقط أخبار تصل من نيويورك، إذن أخبار
كانت تصل إلى هذه الإذاعة. قد لا تفهم الكتان هذا المثال، هذا قد يكون واضح بالنسبة إليكم، ولكن هذا مثال واضح عن وسائل الإعلام التي يجب أن تخدم الجمهور، وعن تأثير الاحتكار على وسائل الإعلام وتأثير هذا على السكان أو على المواطنين. كتب باغداديان، وهنا باغداديان على حق عندما يقول أن خمسة من أكبر الشركات العالمية التي تعمل مع معظم إذن الوسائل الإعلامية في العالم، إذن يمكنها لوحدها أن تغطي كافة أنحاء البلاد التي تعمل فيها، وهنا نتحدث بشكل خاص عن الولايات المتحدة. إذن وهذه الشركات الخمس من خلال الوسائل أو المؤسسات الإعلامية التي تملكها، إذن يمكنها أن تغطي كافة أنحاء البلاد. وهنا نأتي إلى مثال جون ستيوارت مثلا من الديلي شو، وهنا سوف أريكم مشهدا من جون ستيوارت عندما يتحدث عن NBC Universal مثلا. إذن انظروا إلى هذا التقرير من NBC News Report من ليبيا. إذن لم أكن أعرف إلا عندما مسكت هذا السلاح أنه مصنوع من البلاستيك. إذن ثلاثة انفجارات على بعد 50 مترا. إذن ونرى ردة فعل جون ستيوارت إذن عندما نسمع أن هناك انفجارات، إذن تنفجر أو قنابل تنفجر على بعد 50 متر، وإذا نرى أن هذا الشاب أو هذا الصحفي إذن لا يزال على قيد الحياة، لا بل لا يزال غير مصاب. وهنا أيضا تقرير آخر عن انفجار في أحد المصانع النووية أو المفاعل النووية، إذن ونرى أيضا نفس التقرير من NBC. إذن وهنا يضيف الصحفي أن هذه كل هذه المواد المتفجرة إذن تصدر وتؤمن إذن من قبل الشركة نفسها التي تمتلك هذه الوسيلة الإعلامية. وهنا أيضا علما أن جنرال إلكتريك وNBC هما يعودان إلى المالك نفسه، إذن نرى ويمكننا أن نكتشف ذلك في كل التقارير الإعلامية التي تصدر عبر الوسائل الإعلامية. مثلا هنا أكثر من 200 شركة من بينها جنرال إلكتريك التي تملكها NBC قد أمنت طائرات خاصة للسياسيين مثلا، هذا في إحدى التقارير. طبعا لا يمكننا أن نترجم حرفيا ما يدور في هذا التقرير لأنه سريع جدا، ولكن نحاول أن نعطيكم ملخص عن المحتوى. إذن وهنا التعليق مجددا من جون ستيوارت أن كل هذه التقارير وكل ما يدور في هذه التقارير إذن هدفه هو الترويج للشركة نفسها. ونرى إذن أن كل هذه الشركات مرتبطة بشكل أو بآخر بالمالك نفسه، وهنا في هذه الحالة هو NBC نيوز. إذن ونحن نتحدث هنا عن تكتل كبير، عن مجموعة شركات كبيرة. إذن المالك نفسه الذي يملك شركة جنرال إلكتريك التي تصنع الأدوات الطبية والأدوات الكهربائية والزيت والسلاح، نعم السلاح حدا. إذن هنا نعود إلى التقرير الأول الذي كان يتحدث عن الانفجارات الثلاثة. إذن ربما يكون هذه القنبلة أو هذا الصاروخ أيضا من صنع الشركة نفسها.
إذن وهنا يقول هذا المعلق، إذن أي نوع من الشركات أنتم؟ إذن وطبعا نحن لسنا نقول أنه بسبب جنرال إلكتريك أو بسبب أنها تملك جنرال إلكتريك ربما إن بي سي لن تقدم تقارير موضوعية عما يحصل فعلا في العالم. إذن عندما نعرف وعندما نكتشف أن المالك هو نفسه، إذن لا يمكننا أن نتوقع أن تكون الأخبار موضوعية. إذن ويختم هذا المعلق جون ستيوارت قائلا نلتقي جميعا في الجحيم في نهاية المطاف. طبعا إنها طريقة طريفة لتقديم الأمر، ولكن المغزى من هذا التقرير هو أن كل هذه الشركات إذن كانت تعود إلى المالك نفسه، تنتمي إلى مجموعة أو إلى تكتل شركة، إلى تكتل الشركات نفسه. وهذا إذن يعطينا الكثير ويقول لنا الكثير عن المحتوى الذي يصل إلينا. في هناك كتاب أيضا صدر عن إدوارد أس هيرمان ونوام تشونسكي وعنوانه Manufacturing Consent، أي صنع الموافقة. إذن كتبا هذا الكتاب هيرمان وتشونسكي وطورا ما يسمى بنموذج البروباغندا الإعلامية، حيث يحاولان تفسير أداء الوسائل الإعلامية الأمريكية فيما يتعلق بإذن العلاقة بين الوسائل الإعلامية والحكومة، وما المعنى الذي يمكننا أن نستخلصه من هذه العلاقات. ومن بين إذن الوظائف التي يقوم بها الإعلام، إذن إضافة إلى البروباغندا، هي خدمة المصالح المجتمعية أو مصالح الشركات التي تنتمي إليها هذه الوسائل الإعلامية والتي إذن تمولها. وطبعا في هذا الكتاب أمثلة أو مئات الأمثلة عن هذه المواضيع، وأنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب. فينظر الكاتبان أيضا إلى بعض العوامل الهيكلية، مثلا الملكية والسيطرة، مثل أيضا عامل الموارد التمويلية، أي مثلا الإعلانات وغيرها، والعلاقة بين الوسيلة الإعلامية وهؤلاء الذين يصنعون المحتوى الإعلامي. إذن مثلا إذا ما كنت صحفي، عليك أيضا أن تبقى على علاقة وثيقة بكل من يعطيك المعلومات من مصادر معلوماتك، مثلا السياسيين والعاملين داخل البيت الأبيض على سبيل المثال وغيرهم. إضافة إلى ذلك، إذن يحاول الكاتبان في هذا الكتاب إذن أن يطرحا نموذجا يعرف أو يصف القوى التي هي وراء الإعلام، إذن والقوى التي تحدد شكل الإعلام. وطبعا هذا الكتاب لا يحاول أن يقول أن البروباغندا دائما تكون فاعلة، ويقدمان طبعا نماذج عن البروباغندا في الولايات المتحدة مؤخرا، وطبعا أمثلة من الإعلام التقليدي مثل نيويورك تايمز وغيرها وغيرها من الوسائل الإعلامية الجديدة. إضافة إلى ذلك يقدمان أيضا أمثلة من الشرق الأوسط ومن هذا الجزء من العالم، وخصوصا أمثلة تعود إلى ما بعد 11 أيلول 2001، مثلا أمثلة من النزاع السوري، ومثلا مقابلات تلفزيونية أو غيرها، مقابلات إعلامية مع أقتبس خبراء أتوا بهم أو أتي بهم إلى الوسائل الإعلامية للتحدث عن بعض الاعتداءات مثلا في إطار هذا النزاع، مثلا مقابلة بعد اتهام النظام السوري باستخدام المواد الكيميائية أو الأسلحة الكيميائية، ومقابلات أيضا تلفزيونية وغيرها، إذن ومحتويات إعلامية حول إمكانية دخول الولايات المتحدة إلى هذه الحرب أو لا إلى آخره.
إذن ولقد حاول إذن أن يحلل هذه النماذج وهذه الأمثلة وفقا لنموذج البروباغندا الذي طرحه في هذا الكتاب. كما ينظران أيضا مثلا في الحالة السورية إلى من هم هؤلاء الخبراء، أقتبس طبعا الخبراء بين هلالين الذين أتي بهم إلى الإعلام للتحدث عن هذا الموضوع مثلا، ونرى إذن نكتشف أن العديد من هؤلاء الأشخاص أيضا متورطين أو ربما معنيين بشركات أخرى أو هم أعضاء في مجالس إدارة ربما شركات تصنع الأسلحة إلى آخره. إذن عندما نغوص في المحتوى الإعلامي نكتشف الكثير. وطبعا المتلقي الشخص الذي يشاهد هذه الأخبار أو يحضر هذه المقابلات طبعا سوف يصله محتوى يقنعه بأنه نعم ربما قد يكون من الضروري للولايات المتحدة أن تدخل في الحرب السورية مثلا. هذا لنعطي مثال. إذن ونكتشف أن العديد من الأشخاص المعنيين في هذه الوسيلة الإعلامية المعينة هم أيضا أعضاء في مجالس إدارة شركات مصنعة للأسلحة وغيرها. مثلا الأمر نفسه ينطبق على الحرب على العراق، وعندما قررت الولايات المتحدة أن إذن تشن هذه الحرب على العراق. إذا ما حللنا المحتويات الإعلامية التي كنا نتلقاها في تلك الأيام إذن قبل دخول الولايات المتحدة إلى العراق، إذن نكتشف الأمور نفسها. إذن مثلا CNN جلبت إذن أشخاص ليتحدثوا عن هذا الموضوع ولإذن يقنعوا المتلقي بضرورة دخول الولايات المتحدة إلى الحرب. هؤلاء أشخاص ترونهم دائما على الشاشة وعلى الوسائل الإعلامية مثلا مثل جنرال جاك كين، وعندما نظرنا إلى من هو بالحقيقة جنرال جاك كين رأينا أنه ظهر أكثر من 9 مرات على الفوكس خلال صيف 2014، وأنه مستشار خاص لأكاديمي وهي الشركة المتعاقدة التي كانت تعرف تحت اسم بلاك ووتر، وإذن هو عضو في مجلس إدارة شركة جنرال داينامكس التي تصنع الدبابات والطائرات الحربية، كما أنه شريك في إحدى شركات الاستثمار الكبرى التي تعمل مع متعاقدين في مجال الدفاع. والمثير للاهتمام أنه عندما كان إذن يظهر هذا الشخص على الشاشات وعندما كان يتحدث رئيس الجمهورية عن دخول الولايات المتحدة إلى الحرب، كنا نرى أيضا ارتفاعا في أسعار البورصة. إذن وهذا كله مرتبط بعضه ببعض، وهذا كله يعطينا فكرة عن ما نتحدث عنه اليوم، وهو إذن الاقتصاد والإعلام والاقتصاد السياسي للإعلام. وهذا أيضا كتاب أنصحكم بالاطلاع عليه، وهو كتاب لروبرت ماكتشيزني ريتش ميديا بور ديموكراسي، أي الإعلام الغني والديمقراطية الفقيرة. ووفقا لروبرت ماكتشيزني أقتبس، إذن لقد أصبح الإعلام قوة مضادة للديمقراطية طبعا في مستويات على مستويات مختلفة في العالم. لقد أصبحت الوسائل الإعلامية أو المؤسسات الإعلامية الأثرى والأكثر قوة، أو عفواً كلما زادت الوسائل الإعلامية قوة وثراء كلما تضاءلت وتراجعت الديمقراطية التشاركية. وطبعاً ذلك يسلط الضوء على كل الأنظمة الإعلامية التي ترتكز على الربح والتي كلها تتوخى الربح من خلال الإعلان،
وهذه الوسائل الإعلامية التي باتت بمثابة سم للديمقراطية. وطبعا كل هذه الأمثلة يجب أن تدفعنا إلى طرح المزيد من الأسئلة لكي نفهم فعلا لماذا يتم اختيار هؤلاء الأشخاص بالذات الذين نراهم على شاشات التلفزيون مثلا أو في الوسائل الإعلامية. ماذا يعني ذلك؟ ما هو الرابط بينهم وبين العوامل الاقتصادية الأخرى؟ ما تأثير ذلك على الديمقراطية؟ إذن كل هذه الأمثلة يجب أن تحرك لدينا المزيد من الأسئلة. إذن وفكرة التجارة هذه والإعلام الذي المرتكز على إذن الربح والإعلام الذي يتوخى الربح يدفعنا إلى العودة إلى إدوارد آر ميرو. إذن وهو أحد أبرز الشخصيات والوجوه الإعلامية، وهذا الشخص الذي كان يتحدث عن الصحافة الموضوعية. وطبعا عندما نقول صحافة موضوعية اليوم قد يكون الأمر أو قد يبدو الأمر مضحكا، ولكنه أحد الأشخاص الذي كان يؤمن بهذه الصحافة الموضوعية. في فترة معينة في الولايات المتحدة في الخمسينيات كان هناك عضو في مجلس الشيوخ اسمه ماكارثي، إذن وكان يتبع تيارا معينا، وطبعا في هذه الأيام كان هناك طبعا الحركة الشيوعية، وكان طبعا هناك الحركات المضادة للشيوعية إلى آخره. وإدوارد مورو في هذه الأيام إذن تعرض لضغوط لكي لا يقوم بعرض بعض المحتويات الإعلامية التي كانت بحوزته، وذلك لأن هذا المحتوى الإعلامي الذي كان لديه إذن كان قد يؤدي أو كان ليؤدي لإثارة حفيظة ربما الأمريكيين الذين كانوا قلقين جدا بشأن هذا التيار الشيوعي وهذا التوجه الشيوعي. وإذن تبين أن الإعلان الذي كان يدعم هذا المحتوى الإعلامي الذي كان يريد إدوارد ميرو أن يعرضه إذن كان إعلانا لشركة معينة تدعم ربما أو تميل إلى الشيوعية. إذن وتعرض لضغوط لكي لا يعرض هذا المحتوى الإعلامي، وبعد ذلك إذن ألقى هذا الخطاب، ألقى إدوارد ميرو هذا الخطاب الذي سنسمعه الآن. To acknowledge إذن ما سأقوله ربما لن يفيد أحد، وبعض الأشخاص ربما سيتهمون أحد المقررين أو الصحفيين بالانتماء إلى هذا التيار أو ذاك، أو ربما بدعم تلك الأفكار أو أفكار أخرى، ولكن رغبتي وواجبي هو أن أتحدث إليكم عما يحصل اليوم في المجال الإعلامي، وأنا الوحيد المسؤول عما سأقوله. إذن تاريخنا سيكون ما نصنع منه. وأعتقد أنه بعد بضعة سنوات سوف يكتشف من يأتي بعدنا وثائق وبراهين عن الفساد الذي نعيشه اليوم. فنحن اليوم
نعيش في مساحتنا المريحة ونقبل ببعض من الفساد حتى لا نخرج من هذه المساحة المريحة. واليوم الوسائل الإعلامية باتت ضحية من يمولها ومن يعمل بها داخليا وخارجيا. إذن وأعود وأكرر لكم، تاريخنا سيكون على الشكل الذي نحن نريده، نحن سوف نصنع التاريخ، تاريخنا سيكون ما نحن نصنع منه. إذن اليوم الوسائل الإعلامية لا تجرؤ على إذن مخالفة قرار أو مخالفة إرادة الشركات الكبرى التي تمولها والتي تملكها، لأن ذلك سوف يؤثر على مستقبل هذه الوسيلة الإعلامية أو هذه المؤسسة الإعلامية. ولهؤلاء الأشخاص أنا أقول أنه سيبقى هناك براهين على ذلك، وحتى ولو كانت هذه الوسائل الإعلامية مقتنعة بما تقوم به ومقتنعة بأنها على حق، سوف يبقى هناك ربما صحفي واحد سوف يسلط الضوء على الواقع وعلى الحقيقة، وسوف يبين أن هذه الوسائل الإعلامية كل ما تفعله هو أن تساهم في إبقائنا في هذه المساحة المريحة، في هذه العلبة التي لا نجرؤ على الخروج منها. إذن طاب مساؤكم وأتمنى لكم كل الحظ. إذن هذا كان الخطاب الذي ألقاه، وكان فعلا قلقا جدا بشأن الوسائل الإعلامية وبشأن التلفزيونات التي يجب أن تكون مهمتها إذن ليس فقط التسلية ولكن أيضا التوعية والدفع نحو الديمقراطية وغيرها. إذن يمكننا أن نفترض كما قاله لا يمكننا أن نفترض كما قال أن الناس لا تريد المعلومات، بل على العكس الناس تريد المعلومات، لا تريد فقط الوسائل الإعلامية كوسائل تسلية ولكن تريد هذه المعلومات. هناك أيضا فيلم آخر أشجعكم على مشاهدته وهو الإنسايدر مع آل باتشينو وراسل كرو، وهو يرتكز على قصة حقيقية، قصة صحفي أتى إليه أحد العاملين أحد العاملين في شركة تصنيع سواجير، إذن وقال له أن لديه معلومات عن أن هذه الشركة تستخدم إذن مواد مضرة بالصحة، وأن هذه الشركة قالت لسنوات في إعلاناتها أن التدخين غير مضر وأن هذه المواد المستخدمة غير مضرة بالصحة. إذن وأتى هذا الواشي إليه وقال له أنا لدي البراهين التي تبين أن هذه الشركة كانت تكذب طوال هذه السنوات. إذن وأتى طبعا إلى هذا الصحفي وقدم له هذه المعلومات، ونرى في هذا الفيلم إذن هذه المعضلة وكيف سيتعامل هذا الصحفي مع هذه المعلومات التي في حوزته، خصوصا عندما يكتشف أن المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها إذن مرتبطة ارتباطا وثيقا بشركة التنباك أو شركة السجائر التي كانت معنية. طبعا وأنتم تعرفون ما سأقوله عن هذا الرجل، فنحن ربما سنخوض
الانتخابات الأكثر غرابة في تاريخ الولايات المتحدة قريبا، وأنتم تعرفون طبعا هذا الشخص، وتعرفون أن معظم الأمريكيين يعرفون من هو دونالد ترامب بسبب هذه، بسبب ذلك، ليس لأنه رجل أعمال ناجح، لأنه ليس رجل أعمال ناجح، ليس لأنه شخص لطيف وطيب، لأنه على العكس ليس شخصا لا لطيف ولا طيب، ولكن أحد أفضل حلفاء ترامب هو الفوكس نيوز، وبالتالي لديه القدرة على استخدام فوكس نيوز كمنصة له ليقول ما يريد قوله. وحتى عندما يختلف مع الفوكس نيوز، وعندما تهدده فوكس نيوز بأنها لن تعرض ولن تغطي ما سيقوله، ولكنه يستطيع دائما أن يعتمد على هذا الحليف، وبخاصة على روجر نيكسون. عام 1968 روجر إيلز قال لأحد الصحفيين أن التلفزيون سوف يحل محل أقوى الأحزاب السياسية، وسيكون إذن إحدى أقوى القوى في السياسة الأمريكية. وهذا صحيح اليوم، وهذا ما نراه اليوم. نرى أن الوسائل الإعلامية والتلفزيون بشكل خاص ربما أصبح أكثر قوة من أي حزب سياسي في أمريكا أو في الولايات المتحدة. إذن ولقد صدر ذلك على تويتر منذ فترة، إذن وذلك بعد شجار بين فوكس نيوز ودونالد ترامب. إذن وبعد أن وافقت وبعد أن فض هذا الشجار ووافقت فوكس نيوز على طلب دونالد ترامب، إذن غرد دونالد ترامب على تويتر قائلا إذن لقد اتصل في روجر إيلز للتو، وهو رجل رائع، وأكد لي أن ترامب سوف إذن يعامل بطريقة عادلة على فوكس نيوز. وفي شهر شباط الماضي كان هناك اتصال عبر إذن كونفرنس كول بين مدير السي بي اس وأصحاب الأسهم أو المساهمين في شركة سي بي اس. وإذن حسب ما قاله مدير السي بي اس حول دونالد ترامب، إذن قال ربما لن يكون أفضل رئيس لأمريكا، ولكنه سوف يكون جيد ومادة جيدة للسي بي اس. إذن ربما لم يكن يتوقع هذا الشخص أن هذا الفيديو وأن هذا التسجيل سوف يخرج إلى العلن. هو كان يتحدث إلى المساهمين، كان إذن يقول لهم إذن فكروا بمصلحتكم، فكروا بأن السي بي اس إذن تجني أموالا من وراء دونالد ترامب، وهذا سوف يدر عليكم أرباح. ولكن هذا يعطينا فكرة واضحة عما يدور فعلا في إذن خلفية ووراء ستار الوسائل الإعلامية. إذن أعتذر عن هذا الخطأ التقني، ولكنني أخطأتكم على المحتوى. أصل ترامب على ملياري دولار من المواد الإعلامية المجانية، ولا يدفع ثمن ذلك، وفقط يقول أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا والجميع يأتي. إذا ما يساوي ملياري دولار من المادة الإعلامية المجانية. إذا ماذا كان ليكلفه ذلك لو كان عليه أن يدفع؟
عندما يكون مباشرة على الهواء غالبا ما لا تطرح عليه الأسئلة، هو يقول ما يريد قوله ويمضي قدما ويكمل نهاره، ولا يشكك كثيرون أو لا يشكك البعض ما يقوله أو لا يفكر البعض ما يقوله لأنه يسيطر على بعض وسائل الإعلام. نرى هنا الأرقام، انظروا إلى الأرقام التي وهي المبالغ التي أنفقها ترامب على الإعلام مقابل ما حصل عليه مجانا. ترون هنا 10 مقابل 1898. انظروا إلى الفارق بين ما دفعه لقاء المادة الإعلامية ومقابل ما حصل عليه مجانا. هنا نرى على هذا إذن هذا الرسم البياني 2 دولار لترامب مقابل 5 دولارات لكاسيق. انظروا لهذه الصورة، هذا حصل فقط لهذه المناسبة. هنا كان هناك كاميرات موجهة نحو المنصة تنتظر فقط ترامب لكي يأتي ويلقي خطابه. نقرأ هنا standing by for Trump to speak، أي نحن ننتظر خطاب ترامب أو كلمة ترامب. إذن هل تتخيلوا ما يعنيه ذلك بالنسبة لوسيلة إعلامية، ما يكلفه ذلك؟ هنا نرى كاميرات مسلطة نحو المنصة، لا نرى أحد، نرى الإعلام الأمريكية فقط، ونرى مذياعا بانتظار أن يأتي ترامب لكي يتناول الكلام. تخيلوا، قد يأتي لكي يقول لكي يتفوه بتفاهات لا أعرف، ولكن الجميع هنا بانتظاره. نرى هنا 4 أغسطس الأسبوع الماضي، هنا ترامب. انظروا كم مرة يمكننا أن نقرأ كلمة ترامب في نيويورك تايمز، نيويورك تايمز في 4 أغسطس الماضي. هنا نرى كل هذه المقالات أو الأخبار المرتبطة بترامب، بدونالد ترامب في نيويورك تايمز. إذا نعتقد أن بعض وسائل الإعلام هي غير منحازة أو أنها حيادية، ولكن عندما نتعمق أكثر فيما يكتب وفي المواد الإعلامية نفهم أنها كلها منحازة، شأن غيرها من الوسائل. هنا نرى نموذج عن وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجية أخرى لدونالد ترامب، 10.7 مليون متابع لترامب على تويتر، ومؤخرا كتب هذه التغريدة أو غرد: أنا لست مرشحا ضد هيلاري كلينتون، أنا مرشح ضد الإعلام غير الصالح المنحاز والذي لا يقول الحقيقة، وأنا سوف أربح. تخيلوا، هو الذي أطلق هذه الحرب، هو الذي يتحكم بوسائل الإعلام المنحازة، هو الذي يستفيد من وسائل الإعلام المنحازة، وهو يكتب تغريدة حول هذا الموضوع بالتحديد. تخيلوا هذا المنطق بينما يكتبه وبينما يعنيه بينما يقوم به فعليا على الأرض. هذه فقط بضعة أمثلة، هذه ليست الصورة كاملة طبعا، إنها فقط بعض الأمثلة تساعدكم على فهم الصورة. سوف أنتقل لأعطيكم أمثلة أخرى حول وسائل الإعلام العربية. لقد تكلمت عن هذا الموضوع مع جاد. تعلمون أن هناك بعض الأمثلة التي تنطبق على منطقتكم. هناك بعض الشركات الكبيرة التي ابتاعت المؤسسات الإعلامية الأصغر حجما، التي تسيطر على الساحة الإعلامية، المشهد الإعلامي.
هنا العمان هو وسائل الإعلام العربية والربيع العربي بين مزدوجين. أعرف أن العنوان فضفاض، ولكن هذا ما كتبه علي هاشم في The Guardian في 3 نيسان أبريل 2012، كتب حول طريقة عمل وسائل الإعلام العربية في لتغطية الانتفاضات العربية. قال: اليوم وسائل الإعلام العربية منقسمة، وسائل الإعلام باتت مثل الأحزاب وهي تسيطر عليها السياسة والأعمال، ولا يمكن للأشخاص أن يتكلوا على وسيلة إعلامية واحدة فقط لكي يفهموا ما يحصل فعلا. المشكلة هي في معرفة من يطلق الأكاذيب ومن ينقل الأخبار بدقة. إذا المؤسسات أو المنظمات الإعلامية هي تقرر فقط في بعض الأحيان إعطاء نقل قسم من القصة فقط لخدمة الأهداف المالية. هذا مثال ينطبق على ما كنا نقوله منذ قليل حول المشهد الأمريكي وحول وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بعض النقاد الذين استخدموا هذا المثال، مثال الجزيرة وتغطيتها لانتفاضة البحرين والمحصلة في البحرين. الجزيرة تكلمت عن تونس، عن ليبيا، نقلت دعمت عمليات الانتقال الديمقراطية كما أسمتها والانتفاضات، حتى أنها كانت منحازة لطرف أكثر من آخر، ولكن في الوقت عينه كان هناك انتفاض كبير يحصل في البحرين، كان هناك أشخاص في الشارع، كان هناك مظاهرات، ولكن الجزيرة لم تغطي شيئا من هذه المظاهرات. لماذا؟ بسبب علاقة الجزيرة مع قطر وبسبب الدعم المالي، وبالتالي كان هناك ضغط من الأعلى إلى الأسفل على الجزيرة لكي لا تغطي ما يحصل في البحرين، لكي تغطي الانتفاضات في بلدان أخرى وليس الانتفاضات والمظاهرات في بحرين. ومن هنا نلمس هذا الضغط السياسي أو الضغط المالي أو المادي أو الضغط يعني بشكل عام الذي تمت ممارسته على الجزيرة لعدم نقل ما يحصل في البحرين. أرن بيكرت كتب في التايم عام 2011: اقتبس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بدأت السلطات البحرينية بحملات قمع واسعة وبحملات ترهيب وتعذيب، إلا أن تغطية الجزيرة كانت لهذا الحدث كانت محدودة كثيرا، ولم تغطي الجزيرة الأحداث كما يجب. نهاية الاقتباس، هذا ما كتب في تايم من قبل أرن بيكر. هنا ننتقل إلى روتانا، شركة روتانا. هناك شركة تسجيل تلفزيون، إذاعة، وكالات لإنتاج الإعلانات، وكالات إعلان، إنتاج أفلام، شركات إعلامية مثل البيسيسات، شركات أجنبية مثل فوكس. من يملك روتانا؟ بعض الوجوه المعروفة: نيوز كوربوريشن أو فوكس تمتلك 18.97% من روتانا، وكينغدم هولدينغز وهي شركة سعودية تعود للوليد بن طلال تمتلك 7% من نيوز كورب. إذن 7% من شركة مثل نيوز كورب تمتلك أصولا كبيرة جدا. هذا يعني أن الوليد بن طلال أو أن كينغدم هولدينغز هي شريك كبير في هذه الشركة. ننتقل إلى مجموعة ام بي سي جروب ميدل إيست برودكاستنج سنتر، المالك الشيخ وليد الإبراهيم، وهي أيضا سعودي. أوربت، شو تايم نتورك، أو إس إن، كانت فقط أوربت وشو تايم، وبعد ذلك تم دمج الشركتين. المالك ومواليد هولدينغ تمتلك أس إن 154 محطة تلفزيونية للأفلام، للمسلسلات، للرياضة، للوثائق، الأفلام الوثائقية، الأعلى، الأخبار، برامج الأطفال. أس إن تمتلك عددا كبيرا أيضا من وسائل الإعلام عبر الساتلايت، سواء كان في العالم العربي أو الغربي.
Arab Radio and Television Entertainment Network ART المالك والوليد بن طلال بشراكة مع صالح كامل من السعودية. إذا المملكة العربية السعودية تؤثر كثيرا على المشهد الإعلامي في المنطقة العربية. ما هي بعض نتائج ذلك أو تأثير ذلك؟ لقد تكلمت عن مثال الجزيرة منذ بعض الوقت. سمعتم طبعا بأخبار ويكيليكس أو ما رشح عن ويكيليكس، وتكلمت هذه الأخبار كثيرا عن المملكة العربية السعودية، عن التواصل داخل المملكة وليس فقط فيما يتعلق بوسائل الإعلام. أحد المسائل التي طرحت هي مسألة العلاقة الواضحة بين هذه المصالح، بين المصالح المالية والمادية ومصالح الأعمال ومصالح إنتاج الأخبار، ليس فقط في المملكة في السعودية ولكن أيضا في بلدان أخرى. وهنا هناك مثال استضافة أحد المعارضين السعوديين في وسيلة إعلامية مصرية، وتم تأنيب الشخص المسؤول عن هذا الموضوع وطلب منه تصحيح هذا الخطأ. هناك شركات أخرى أيضا، شركات نفط تجتمع وتندمج فيما بعضها، تندمج أيضا مع وسائل إعلامية عربية. نحن نتكلم عن سعودي أوجي، عن سعودي تيليكوم وغيرها من الشركات. هذا هو هذه الصورة التي تمثل الإنترنت. تكلمنا عن النظام السائد، أعطينا مثال ويكيليكس. هناك طرق للالتفاف على هذه القوى التي تسيطر على المشهد. هناك عدد كبير من الأشخاص يكتبون حول هذا الموضوع. دوغلاس وواشكوف تكلم عن النيو ناشوناليزم اوف بريكزيت، او عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك ايضا كتب ايضا امر اخر، كتب ان الاقتصاد السياسي يجب ان يكون هو المبدا المنظم لتحليل الثوره الرقميه. فهناك دوافع جني الاموال والدوافع التجاريه والعلاقات العامه والاعلانات والترويج، وهي كلها تحدد راسماليه الشركات المعاصره، وهي كلها اساسيه لاي تقييم نجريه حول طريقه تطور الإنترنت وحول تطوره في المستقبل. أي محاولة لفهم الديمقراطية بعيدا عن الرأسمالية سوف تكون محاولة فاشلة. هذا ما قاله. إذا هل انتهى عصر الحيادية على الإنترنت؟ نحن نتكلم دائما عن الإنترنت، نحن نتكلم عن مختلف أنواع وسائل التواصل، سواء كانت مدونات، سواء كانت محطات كبيرة مثل فوكس نيوز أو غيرها. اليوم هناك مخاوف كثيرة. من إيجاد طرق أسرع إذا ما تمكننا القول لبعض الأشخاص لكي يتمكنوا من نجاح أكثر في مجال الإنترنت إذا ما استطعنا القول، أو يعني يكون هناك نفاذ مخصص أكثر لذوي النفوذ. هنا يمكنكم أن تروا هذه الصورة التي تعبر عما كنت أقوله. هذه السيارات الكبيرة، أي شركات تمثل الشركات الكبيرة، هي مستعدة لكي تدفع أكثر لكي تمر عبر هذا الطريق السريع، لكي تجتاز الطريق السريع. والسيارات الأصغر حجما التي تمثل الشركات الصغيرة غير القادرة على دفع هذه الأموال لكي تتمكن من المرور عبر هذا الطريق السريع للإنترنت. هناك مثال آخر لنتفليكس، نرى هذا النموذج. ويمكن أن نقول أن الاتفاق بين نتفليكس وكومكاست هو يضع أو يبشر بنهاية عصر الحيادية على الإنترنت. ترون هذه الصورة أمامكم، ترون الأرقام أمامكم. هنا في هذه المرحلة، هذه هي السرعات المتوسطة
للأشخاص الذين يشاهدون نتفليكس على كومكاست هنا عندما قيل لا فجأة نرى انخفاضا سريعا في الاستخدام, وهنا حصل الاتفاق ووافقت نتفليكس على دفع المزيد, وعندها بدأت الأمور بالارتفاع, عادت إذن الأرقام للارتفاع. إذن هذا النموذج المصور, هذه الأرقام هي خير دليل على ما كنا نقوله عن نهاية الحيادية على الإنترنت. شنت مقارنة ذلك بالمافيا, إما تدفعون لنا أو لا تستطيعون الدخول إلى الإنترنت أو الولوج الإنترنت. إذن هناك ما يعرف بالترافيك باللغة الإنجليزية أو بعدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت أو الذين يستخدمون محتوى ما. ما الذي نقرأه فعلا على فيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما الذي نقرأه فعلا؟ لماذا نقرأ بعض القصص وليس قصصا أخرى؟ هناك أسئلة كثيرة تطرح. حاولت الشركات وتحاول الشركات دائما أن تفهم وتحلل استخدام أو استهلاك هذه المحتوى. هناك مقالات عنوانها Theft Lies and Facebook فيديو أي سرقة الأكاذيب و فيديوهات فيسبوك. هناك هذا المدون الذي كتب هذه المقالة من قبل كان يمكنه وضع فيديو يوتيوب على نشر فيديو يوتيوب على فيديو على فيسبوك عفوا, والآن بات يمكنه نشر فيديو مباشرة عبر فيسبوك. إذا كتب هذا المدون مقالة حول هذا الموضوع, حول الفيديوهات المعروضة على فيسبوك مباشرة. يمكنكم إذا النقد مباشرة على الفيديو ومشاهدة الفيديو, وهذا يدفع بالمشاهدين إلى مشاهدة هذه الفيديوهات بشكل أكثر من وضع إذا صلة لفيديو موجود على وسيلة أخرى لكي ينقله المستخدمون ويتم تحويلهم إلى وسيلة أخرى لمشاهدة الفيديو. إذن قال أحدهم أن the next internet is TV أو الإنترنت المقبل هو التلفاز, ما يعني ذلك بالنسبة للصحافة. كتب جوش دزيزا التالي, تطلب من أنه يتم نشر محتوى أكثر مباشرة على فيسبوك, لا يعرف المستخدمون من ينتج ماذا, من أين تأتي القصة, ما هي الوسيلة الإعلامية. في عصر التربية الإعلامية من المهم أن نطرح هذا السؤال, من ينتج ماذا, كيف وصل هذا الخبر إلى النيوز فيد الخاص بي في أو إلى الأخبار التي تعرض على جداري إذن على فيسبوك. قال أن الصحافة تصبح مجرد وحدة من وحدات المحتوى, سواء كنا نتكلم عن فيديوهات أو عن مشاهد الأفلام أو عن تحديث أخبار الأصدقاء والأقرباء والإعلانات. ما الذي يحاول قوله؟ هو يتكلم عن وسائل الإعلام التي تسعى إلى تغيير الواقع, سواء كنا نتكلم عن The Washington Post, عن The Guardian أو عن غيرها. ما الذي هو يتكلم عن تلك القصص التي تعرض على النيوز فيد على فيسبوك؟ كيف نعرف فعلا من هو المسؤول عن نشر هذا الخبر؟ من يقرر نشر هذا الخبر وتحويله إلى خبر آخر؟ هنا نرى كاتبا آخر كتب مقالة بعنوان حول الإنترنت. هذه عدد المشاركات على فيسبوك
أيلول سبتمبر 2014 أولا أكثر المشاركات هافينغتون بوست أكثر عدد من القصص المشاركة التي جرت مشاركته على فيسبوك بعدها بلاي باز باز فيد فوكس نيوز أم بي سي أن بي سي نيوز ذا جارديان بي بي سي ذا نيويورك تايمز مين أونلاين وIJR Independent Journal Review. إذا نرى عدد المشاركات بحسب الأهمية معظمها وسائل إعلامية نعرفها ومعروفة لذا هناك أشخاص يتشاركون قصصا عبر وسائل إعلامية لوسائل إعلامية إذا عبر فيسبوك هنا أكثر المنتجين الذين جرت تشارك قصصهم على فيسبوك هافينغتون بوست بسفيد فوكس نيوز كما ترون أمامكم الأرقام نعم ولكن ما هي القصص التي يقرأها المستخدمون هذه هي اللائحة أولا قصة من بلاي باز ويمكنكم أن تقرأوا اللائحة بأكملها إذن المصدر وعنوان المقالة How good is your memory أو هل ذاكرتك جيدة مقالة أخرى حول مثلا أي نوع من النساء أنت في أي عمر سوف تتوفى إذن وهنا نرى العشر إذن العناوين العشر أو المواضيع العشر إذن اختبار في المركز الأول الثالث الرابع الخامس إذن القراء والمستخدمون يقرؤون أو ينقلون أكثر عن الروابط التي ترتبط بالاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على فيسبوك إذن تخوف البعض من استبدال وسائل الإعلام التقليدية بفيسبوك على ولا شك أن بعض الناشرين مثل نيويورك تايمز وغيرهم سوف يواجهون أزمة وجودية بسبب هذه المقالات التي تنشر على فيسبوك التي تقرأ عبر فيسبوك بدل أن تقرأ مباشرة على الوسيلة الإعلامية الأصلية أو الأساسية في القسم الثاني من عام 2014 أو في نصف الربع الثاني من عام 2014 ارتفع نشاط فيسبوك بنسبة 20% فيما يتعلق بالمواقع الجديدة جوجل وفيسبوك مجتمعان يحتلان 52% من مشهد الإعلامي الرقمي في العالم الناشرون يتخلون عن قنواتهم الخاصة لكي يصبح فقط مجرد مزودين للمحتوى ليس هناك من نيويورك تايمز أو من صحيفة أو من جريدة أو من مجلة هناك مقالات لنيويورك تايمز تقرأ عبر فيسبوك هذا يعني أن النماذج التي تكلمنا عنها في وسائل الإعلام التقليدية يجري إعادة ابتكارها أو نقلها في وسائل الإعلام الإلكترونية بالعودة إلى الإطار العام بالعودة إلى ما كنت أقوله في البداية إن مقاربة الاقتصاد السياسي للإنتاج الإخباري ليست محاولة للكشف عن مؤامرة ما أنا لست هنا لكي أقول لكم هناك مؤامرة هذا ما سيحصل في العالم هناك مؤامرة أنا لا أحب كثير المؤامرات هذه النظريات المؤامرات ولكن هذه طريقة لكي نرى مخرجات أحد النماذج الإنتاج الإخباري التي تعمل داخل نظام هيكلية مؤسساتية وفي ظل ضغوط كما قلت الأخبار ليست موجودة في فراغ أو في فقاعة يجب أن نفهم كيف يتم إنتاج الأخبار لكي نكون أذكياء بصفتنا مستخدمين
يجب أيضا فهم القوى التي تتحكم بالإنتاج الإخباري، وهذا أمر أساسي لرفع الوعي وللتقييم، إذا لتغذية خبرات رفع الوعي والتقييم، وهي وظائف أساسية من التربية الإعلامية والرقمية. وأخيرا أقول أن هذا الشرك الصحي هو أداة أكثر قوة بكثير، إذا أكثر قوة بكثير من التهكم أو الاستهزاء. إذن هذا الشك الصحي هو أداة قوية بين أيدينا، وأقوى بكثير من أن نصبح غير مبالين أو أن نتهكم. هذا ما أردت أن أشاركه معكم اليوم. قد يكون المشهد مظلما كما قلت أو سوداويا، ولكن أنا على ثقة أن هنري وسانجيتا سوف يقدمان مشهدا أكثر إشراقا إذا ما استطعنا القول. أود أن أقول لكم أيضا أنكم إذا ما كنتم مهتمين بقراءة بعض من هذه الكتب، هذه هي البيبليوغرافيا، هذه هي لائحة اللائحة بالكتب وبالمقالات التي ذكرتها. هل من أسئلة؟ ليس هناك أسئلة. Hello, thank you for this great lecture. I have a comment, actually a question. As we could understand, the media are affected by the economic policy, and therefore this affects the content. Do you think that the media, do you think that the media outlets think that the public or the citizens are not aware of this, of what is happening? Do you think that the audience is not really aware of what is being published in the media? إذا كنت أعتقد أن الأشخاص غير واعين بشأن هذا الموضوع، أظن أن العديد من الأشخاص واعين، قد لا يكون هذا الوعي كافا لأنهم لا يأخذون الوقت كثيرا لكي يتابع كل هذه الأمور. قد تبدو الأمور معقدة بعض الشيء، قد لا يهتم البعض بهذا الموضوع. الأشخاص هم ليسوا غير مهتمين، بل إنهم لا يبالون كثيرا بما يحصل، هم يكملون حياتهم من دون أن يكتثوا بهذه المواضيع. ولكن عندما نبدأ بتركيب هذه الصورة لا يتفاجأ الأشخاص، لأنهم يفهمون ما يحصل. ولذلك من المهم بالنسبة إلينا نحن كأشخاص ينشرون هذا الوعي وهذه المعرفة، أن نخلق مجالات ومساحات لكي نتمكن من التكلم عن هذا الموضوع، من تبادل وجهات النظر، لماذا يعتبر هذا مشكلة. إذا أنا أعتقد أن هناك عدد ليس كبير من الأشخاص المهتمين بهذا الموضوع. نحن نختار أن نشاهد ما يسلينا، لا أحد يجبرنا على النقر على بعض الصلات أو الويب سايتس أو مشاهدة بعض البرامج. المشكلة هي أننا غالبا ما نختار عدم النظر دائما إلى ما هو خلف هذه البرامج أو خلف هذه الأمور، وهذا
يرتبط مثلا بالمقالات التي نقرأها على فيسبوك. إذا هذا اهتمامي. أنا قلق لأنه ليس هناك من شفافية كافية في النظام، ليس هناك من شفافية كافية حول كيفية تشكيل هذا النظام. لا، أنا أعتقد أن الجمهور يعي هذه الأمور وأنه مهتم، ولكن يعود لنا نحن أن نرفع الوعي أكثر حول هذه التربية الإعلامية. أنا هنا أتكلم وأسلط الضوء أكثر بعد أهمية أكاديميات مثل هذه الأكاديمية. هنا أسلط الضوء على ما يقوم به الدكتور ملكي وأهمية هذه التربية الإعلامية والرقمية دكتور شاد. وأنا نعتقد أن هذه التربية الإعلامية والرقمية مهمة جدا لكل هذه الأسباب التي فسرتها. إذا ما قلته لا يهدف إلى أن أقول لكم أن هناك مؤامرة أو إلى شك في كل هذا ما يحصل، ولكن إلى رفع الوعي، إلى طرح الأسئلة أكثر، إلى الأهم هو أن نفهم ما هو موجود، ومن المهم أن نفهم كيف نشترك أيضا في هذا الإنتاج الإعلامي، كيف نطرح الأسئلة، كيف نطرح الأسئلة الملائمة، كيف يكون لنا صوتا. إذا لا أعتقد أن الأشخاص غير مبالين، بل إنه يتم تقديم لهم المعلومات، هم يختارون المعلومات التي تناسبهم من دون طرح الكثير من الأسئلة. Thank you for this lecture. The information you just gave about the corporations, we are well aware of this. However, you might have given examples that are more detailed. As you said, there are media outlets that only want advertisements or programs. However, here in the Arab region, we have problem of religious channels, if you can say so. I don't know if in Europe this is present. There are many channels that have religious orientation. How did this affect the greatest picture? We know that there are sectarian messages, confessional messages that are conveyed, and this affected negatively the minds of people, and this quite participated in what happened and the uprising that happened. And we know how the picture is here. Do you have, or is there, are there such channels in Europe, and how does this affect the larger picture? هذا سؤال ممتاز. أنا أعتقد أن فكرة وسائل الإعلام التي لديها توجه ديني موجودة في هذه المنطقة أكثر من غيرها. ليس لدينا الكثير من الوسائل الإعلامية الدينية. هناك بعض الوسائل الإعلامية، منها في يوتا وهي نافذة كثيرا ولديها توجه ديني. هناك منظمات دينية تؤثر على بعض وسائل الإعلام. هناك مثلا الكنيسة ما يعرف بالساينتولوجي، وهي معروفة كثيرا. فهناك أوجه هوليوودية كثيرة معروفة بندوية تحت كنيسة ما يعرف بالساينتولوجي. هناك بعض التأثير المنظمات الدينية على هذه الشركات الإعلامية، ولكنها ليست التيار السائد إذا ما استطعنا القول. لن أقول أنه ليس هناك من مشكلة دينية أو مشاكل دينية في الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك مثلا بعض الأشخاص الذين يرتكزون مثلا إلى إيمانهم أو معتقداتهم الدينية لمناهضة الإجهاض مثلا، ولكن هذه المشاكل الدينية قد لا تكون واضحة بقدر ما هي واضحة هنا في هذه المنطقة. نتائج هذه التوجهات الدينية في بلداننا ليست بخطورة النتائج التي نلحظها هنا في هذه المنطقة بفعل التوترات الدينية بين السنة والشيعة وغيرها من الطوائف. نعم، هذه مسألة مطروحة، ولكن
في هذا الجزء من العالم هذه المشكلة أوضح، وهي يمكننا أن ندرسها أكثر، يمكن أن ندرس هذه الظاهرة أكثر في هذا الجزء من العالم مما يمكن دراسته في مناطق أخرى من العالم. يمكننا أن دائما أن نحلل المحتوى، أن نحاول أن نفهم المحتوى. يبقى الأهم هو تحديد المشكلة، ما هو السؤال المطروح، كيف يمكن دراسة المشكلة. السؤال الذي طرحته ممتاز، ولكن هذه المشكلة ليست منتشرة كثيرا على مستوى العالم، هي مرتبطة أكثر في هذه المنطقة. سؤالان أخيران. إذا نحن كجمهور كنا أكثر وعياً أو وعياً بما فيه الكفاية لفرز أو للتمييز بين المحتويات الإعلامية أو بين الأخبار، هل ذلك سوف يؤثر على النموذج الإعلامي أو نموذج إيصال الأخبار وكيف؟ هذا سؤال جيد. طبعاً على ذلك أن يحصل على مستوى واسع، على مستوى شامل، ولكن أعتقد أنه حتى لو حصل ذلك على مستوى محدود سيؤدي إلى تغيير معين، وقد حصل ذلك في الولايات المتحدة، لأن الوسائل الإعلامية والمؤسسات الإعلامية فهمت من الجمهور أنها إذا لن تغير سلوكها فالجمهور غير مستعد بعد الآن أن يتلقى هكذا محتوى. إذن حتى تغيير بسيط على مستوى محدود قد يؤدي إلى تغيير على المدى البعيد، وقد سبق وحصل ذلك في الولايات المتحدة وهناك نماذج وأمثلة عن ذلك. طبعا ليس هو العامل الوحيد الذي قد يؤدي إلى نتيجة ملموسة، هناك طبعا بعض الإجراءات التنظيمية التي يجب اتخاذها. مثلا في الولايات المتحدة كان هناك محاولات لمنع احتكار الوسائل الإعلامية، صدرت بعض القوانين التنظيمية التي تمنع مثلا من امتلاك محطة تلفزيونية وغيرها من الوسائل الإعلامية في الوقت نفسه على سبيل المثال. طبعا هناك بعض الإجراءات التنظيمية التي يمكن اتخاذها، إضافة إلى ذلك هناك التربية والثقافة والتوعية الإعلامية، وهذا ما نتحدث عنه اليوم. طبعا المقاربة التي نحتاج إليها هي مقاربة متعددة الأبعاد، و طبعا هذا يمكنه ومن شأنه أن يحدث تغييرا. وكان هناك بعض الحالات حيث وقف بعض الأشخاص وقال أننا نحن نرفض هذا المحتوى الإعلامي. Thank you for your valuable intervention. I felt when I was hearing you that I was reading one of the books that I have recently read for Scheller, and my question is the following: how can we produce, for example, movies like, for example, Good Night, Good Luck, and other movies? Can we consider such movies as a preemptive, for example, so in order to avoid any quote unquote explosion amidst the society? إذا ما أراد أحدهم أن يطلق مؤسسة إعلامية في العالم العربي، كيف يمكنه أن يضمن إذن نوعا من التنافسية مع الوسائل الإعلامية الموجودة؟ إذن سؤالين جيدين. السؤال الأول عن الأفلام السينمائية مثل Good Night, Good Luck وغيرها. نعم، المشكلة مع هكذا نوع من الأفلام كالإنسايدر والجود نايت جود لوك هي أنها صدرت بعد وقت طويل مما من الحدث بنفسه. إذن
وربما يجب علينا أن نتعلم من التاريخ لنعرف ما يجب كيف يجب أن نتصرف اليوم. وأعتقد أن الأفلام الوثائقية يمكنها أن تكون أيضا وسيلة أو مصدر نبحث فيه عن أخبار أو عن قصص لم تنتهي بعد. ومثال جيد على ذلك هي إذن هناك أمثلة عديدة عن وثائقيات صدرت في الولايات المتحدة بعد 11 من أيلول سبتمبر، مثلا الفارنهايت 9/11 كان أحدى هذه الوثائقيات، كان أحدى هذه الأفلام التي سوف تنشر نوعا من الوعي في الولايات المتحدة. إذن أعتقد أن الأفلام لأنها مكلفة جدا ولأن كلفتها باهظة وتتخذ الكثير من الجهود إذن لإنتاجها، غالبا ما تصدر بعد وقوع الحدث أو بعد أن يحدث الأمر. والأمر سيان أيضا بالنسبة للأفلام التي غالبا ما توثق الكوارث الطبيعية أو غيرها. مثلا اليوم في الولايات المتحدة في ديترويت كان هناك أزمة نفطية كبيرة وكان هناك أزمة تلوث المياه، وأتت التدخل الإعلامي متأخر جدا بعد وقوع الحادثة. لذا أعتقد أنه حتى خارج الضغوط التي تتعرض لديها الوسائل الإعلامية التقليدية أو غير التقليدية، عادة من الأسهل أن يتم التوثيق بعد ما يحدث الحدث. ولكن جوابا على سؤالك، أعتقد أن الأفلام الوثائقية قد تكون فكرة جيدة أو بديلا جيدا. طبعا لا يمكننا أن نعتمد فقط على هوليوود لذلك، طبعا هناك صحفيين ومعدي أفلام وهناك العديد من الخيارات البديلة التي يمكن أن نستعين بها لكي نروج لهذه التربية الإعلامية التي نتحدث عنها. إذن أعتقد أنه يجب علينا أن نبحث في الخيارات البديلة، ومن الجيد أن نرى أن في بعض الأحيان وغالبا ما تكون هذه الخيارات البديلة ناجحة وتولد وتؤدي إلى تغير ملموس. إذن الإنترنت طبعا هو إحدى الأدوات التي لا مفر منها. طبعا نحن في عصر لم نعد نعتمد فيه على الوسائل التقليدية، وأعتقد أنه إذا ما كانت لدينا الاستراتيجية الذكية والاستراتيجية المناسبة يمكننا إذا أن نجد شبكات بديلة، شبكات تواصل وغيرها من الوسائل لكي نوصل هذه الرسالة ولكي نخدم هذا الهدف. وأعتقد أن هناك عطش وظمأ للمعلومات البديلة، أعتقد أن الناس مدركين بعض الشيء لكل هذه الأمور التي تحدث، ولكنهم في معظم الأحيان لا يعرفون إلى أين يتوجهون أو إلى أي مصدر أو أي مصدر بديل يختارون. إذن ولكن يبقى أن هناك الكثير من المصادر البديلة، يبقى الكثير من الخيارات البديلة، وخصوصا في العالم العربي هناك المزيد من النفاذ إلى الشبكات وإلى المنصات عبر الإنترنت وغيرها. إذن أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات البديلة. إذن أشكركم جدا على حسن الإصغاء.